على شاطئ كوكس بازار في بنغلاديش لفظ المحيط الهندي ما يرميه البشر فيه. موجات من البلاستيك حولت واحدا من أطول شواطئ العالم إلى مكب نفايات. عشرة كيلومترات من الشاطئ مغطاة بالنفايات البلاستيكية، يمكننا أن نقدر 50 طنا منها على الأقل. 20 سلحفاة بحرية كانت من بين ضحايا البلاستيك، ظنته طعاما فاختنقت به. 10 سلاحف الأخرى كانت أكثر حظا، لم يقتلها البلاستيك ولكنه أفقدها أحد أطرافها. أعمل في صيد الأسماك في هذا المحيط منذ طفولتي، لكنني لم أرى كارثة من هذا القبيل في السنوات 55 السابقة. 8 ملايين طن من البلاستيك ترمى سنويا في البحار والمحيطات، لا يزال مشهدها يؤرق الناظرين، تشكل تهديدا وكارثة حقيقية قد تغير وجه البشرية.